والآن جاء الموعد أن نستمع إلى أحد رموز الدعوة بالجمهورية عامة وبمحافظة البحيرة خاصة، الداعية الإسلامي الدكتور مدحت طه المتحدث والداعية الإسلامي بالتلفزيون المصري. نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والقبول ولنا بالاستمتاع وحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، بارئ النسم وخالق الخلق من عدم، نجى نوحا في السفينة من الغرق الذي عم، ونجى موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم. لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يندم من رجا ثوابه ولا يهتم. إله له الفضل إذا أنعم تم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، جل الذي بعث الرسول رحيما وحباه ملكا في السماء عميما. الله زادكم به تكريما وتعظيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، عباد الله، الله أسأل في هذا الجمع المبارك أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أحينا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في القبر مؤنسا. قولوا أمين. بنفس وعلى الصراط نورا، وفي القيامة شفيعا، ومن النار سترا وحجابا. اللهم يا رب العالمين بارك لنا في أولادنا وذرياتنا، واسترنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أبلغها مليون آمين. يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قول الله عز وجل في سورة الإسراء. القرآن الكريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طب الحرف وعشر حسنات، يبقى ألف بعشر حسنات، ولام بعشر حسنات، وميم بعشر حسنات، يبقى ألف لام بثلاثين. ويا خيبة البطالين، القرآن الكريم ما هوش كلام إحنا بنحفظه وبنعمل حفلات جميلة. طبعا أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل إنسان ساهم وجاء وتعب وأنفق لهذا الجمع المبارك. ونشكر السيدة النائبة على رأسها طبعا من فوق، وربنا يجبرها ويسترها، وهي نحسبها على خير ونراها مفتاحا للخير مغلاقا للشر. والسادة الحضور جميعا، كل إنسان النهاردة القرآن الكريم حاجة جميلة جدا. صل على رسول الله. معنى إيه القرآن؟ القرآن الكريم إذا كنت مهموما، لو أنت مهموم تجد سند تسند عليه ألا وهو القرآن. في الهم والكرب، لو انت مكروب القرآن الكريم، لو انت مديون القرآن الكريم، لو انت عايز تخلف القرآن الكريم، لو انت ربنا عايز يرفعك درجات القرآن الكريم، حتى لو انت محتاج الى الله سبحانه وتعالى تجد القرآن الكريم. طب الدليل، الدليل لو نظرت الى الانسان المريض يجد القرآن الكريم فين؟ لا اله الا الله. سيدنا أيوب آخر سورة الأنبياء، يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم
الراحمين. مرض 17 عاما، سيدنا أيوب تعب 17 سنة. فين انت تعبان؟ روح للقرآن اقرأ سيدنا أيوب. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ادخل على فاء الشبح وفاء السرعة، سرعة الاستجابة لله رب العالمين. فاستجبنا له، الله شوف القريب، فاستجبنا له. طب تدخل على اللي بعده، سيدنا إسماعيل وإدريس. تدخل على سيدنا ذنون، سيدنا يونس، سيدنا يونس، يونس ابن متى لما ضاقت به الدنيا بيروح لربنا. انت برضو لما تضيق افتح القرآن هتلاقي في سيدنا يونس يقول الله عز وجل وذنوني. يعني ايه وذنون؟ ذا في اللغة العربية فيه ذو وذا وذي، ذو للرفع وذا للنصب وذي للجر، ذو للرفع. وذنوني إذ ذهب مغاضبا. ذهب لمين يا جماعة؟ راح لمين؟ راح لله سبحانه وتعالى. غاص به الحوت في البحر وفي المحيط. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله، انت برضو لو مهموم ومكروب والدنيا ضيقة بيك تفتح برضو كتاب ربنا هتلاقي فيه وذنوني إذ ذهب مغاضبا. لذلك حديث النبي من صلى على النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من إنسان، معنى الحديث ما من إنسان يدعو بدعاء أخي يونس اللي هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلا استجاب الله له. يبقى القرآن من أراد الدنيا، بس ده مش حديث على فكرة، احنا بنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الدنيا فعليه بالقران، ده ما هوش حديث، وحديث ليس له اصل. فاحنا نتعلم ان هو ممكن يكون قول صحابي ولكنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول كاثر من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن ارادهما معا فعليه بالقران. وحد ربك وقل لا اله الا الله. ومش هنطول يعني عشان الضيوف الكرام. الإمام الغزالي بيقول كلام جميل جدا. ماذا يقول الإمام الغزالي؟ يقول الإمام الغزالي كان قلبي مع سيدنا نوح حينما يئس من قومه فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وكان قلبي مع سيدنا موسى حينما يئس وتعب وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكان قلبي مع سيدنا يونس حينما تعب ويئس من قومه ونادى الله عز وجل في البحر أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولكن قلبي لم يجد أفضل من داعي لله ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال ربي اهد قومي فإنهم لا يعلمون. احنا عايزين نعيش بالقرآن ونتطرق إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ونحيا بالقرآن حتى ننال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم هو دستور حياة ومنهج حياة، ونربي أولادنا على كتاب الله. كلمة أخيرة، دقيقة بالضبط. للأسف النهاردة تلاقي الإنسان رب البيت، رب الأسرة، الأب، عياله بيعرفوا المهرجانات وبيسمعوا أغاني وبيفتحوا فيس وإنستجرام، والعيل يسهر لحد الساعة 14 إذا كان في 14 أسهر، ومتروك ومتساب وسيب عياله وخلاص. أنت تعرف أنت لما تحفظ عيالك القرآن، أنت عارف لما تسيب أولادك تسيب عيالك من غير ما تحفظهم القرآن أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه لو ما حفظتش عيالك وسيب عيالك يلفهم مع إبليس والشيطان؟ كأنك بيتك جايب نار وبتولع في بيتك، نعوذ بالله، والله بتولع في بيتك انك سايب عيالك ماشيين من غير راعي ومن غير لجام يحكمهم.
زي الإنسان بيولع في بيته، بعضي على بعضي يجرد سيفه، والسهم مني حول نحو صدري يرسل، النار توقد في خيام عشيرتي، وأنا الذي يا للمصيبة أشعل. كلكم راع وكلكم مسؤول. بالله عليك تربي عيالك على القرآن حتى ننال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام كثير والعقبة كؤود والناقد بصير، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا مجمل القول، عجزت فيه عجزا على الوابل إلى الطل، فخرج في الصيف خاطرة طيف وسحابة صيف، وأرجو أن تكون قد فهمت لغة الضيف، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.